اقسم بيه. هنبدا الاول نشوف التقرير ونرجع نبدا حوارنا مع حضراتكم. المجمعات الاستهلاكية تعد منفذا استراتيجيا لكثير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فتتنوع هذه السلع بحيث تلبي احتياجات جميع الأسر. وتشهد المجمعات الاستهلاكية إقبالا من المواطنين لتوافر جميع السلع التموينية بأسعار مناسبة. السلع التموينية موجودة متوفرة، وحتى العدس رخص كان ب 22 و 26 نزل بقى ب 20. الزيت متوفر اللي هو سعر 12 جنيه ده منظومة تموينية، السكر برضو اللي هو ب 8 جنيه مثلا برضو بيبقى متوفر على طول، في سكر حر بيبقى بكيس 2 كيلو ب 21 جنيه، الرز طبعا متوفر بأنواع كتيرة. أصبحت فكرة الدعم النقدي في الفترة الأخيرة مطروحة بشكل كبير كبديل للدعم العيني، ولكن تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض. أنا ولا باخد ده ولا باخد ده، بس الأفضل إن هو يبقى نقدي. لا السلع، لأن عشان إحنا محتاجين السلع، لكن النقدي هنعمل بيه إيه؟ الفلوس مش هنعمل بيها حاجة، لأن طبعا في الغلا فمش هنعمل لنا حاجة. لا السلع. لا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أجي أصرف بالبطاقة حاجتي. السلع طبعا افيد للناس طبعا، نادي ايه ياخد افرح بالمغزى ب 20 30 جنيه ولا ليهم اي قيمه. ما بين الدعم العيني والدعم النقدي يبقى توافر السلع التموينيه المطلب الاهم للمواطن المصري. احمد سامح، اون لايف.